عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. معاكم الشيف هنداتي مدينة بنزرت. إن شاء الله اليوم أنا باش نقدم لكم وصفة المسلي في الكوشة بحوت التريليا. هذوما المكونات اللي حضرتهم، اللي هي حوت التريليا. احنا في العادة حوت التريليا نقليوه، لفوه في الفارينة ونقليوه. أنا اليوم باش نطيبه في الكوشة. ومع لعبة التريليا حضرت شوية خضرة، حضرت بطاطا. انا خذيت البطاطا الجيده، والبطاطا الجيده من المستحسن هكايا ناخذوها نقصوها هكا على فنيد. وكي تبدا البطاطا خشينه نوليوها نصمتوها شويه، نغليو الماء ونرميو البطاطا ونصمتوها 5 دقائق. وكي تبدا جيده من غير ما نصمتوها. وحضرت قرينات فلفل، الفلفل قصيت وقرنا على فنيد. نجمو نخليو الزريعه كما نجمو نحيوها. هذيا كعبات طماطم قصيتهم كعب على فنيد. حضرت شويه قراع، هذيا القراع الاحمر. القراع الأحمر نقصوها كي يكون خشين شوية القصان نتاعو. وحضرت شوية معدنوس وكعيبة بصل، هذيا زينة في الأخر وقت اللي يحضر المصلي باش نرشو عليه شوية معدنوس وبصل مقصوصين جويدين. وهذيا بصل، البصل نقصوه جيد برشا، هذوما كعبتين بصل قصيتهم جيدين باش نطيبهم في وسط المصلي. وهذايا لفاح اللي حضرته اللي باش نفوح بيه الفطور. حضرت شويه تابل، فلفل اكحل، فلفل مرحي، كمون، كركم، ملح، طماطم شايحه وملحيه، وعندنا زيت زيتونه. توا باش نبدا في تحضير الفطور. اول حاجه ساعه باش ناخذ شويه زيت باش نصبو فوق البصل. نحط مغرفه طماطم، هذه طماطم الشايحه الملحيه، نحطها فوق البصل هكايا. ناخذو نخلط الطماطم، نخلطها في وسط الزيت مع البصل. توا باش نصب شوية ماء، نخلط هكا البصل هنيا كملت خلطتو. توا باش نفوح الحوت، نفوح البطاطا. باش ناخو شوية ملح هكا نحطو فوق الحوت، شوية تابل، شوية فلفل أكحل، شوية كمون. الحوت روعة كمون، وشوية كركم، شوية فلفل مرحي هكا نحطو شوية في الحوت. نخلط اللفاح في وسط الحوت، ونجمو حتى لو نخلطو بيدينا. اللفاح هاني دخلتو في وسط الحوت. تو باش نحط شوية زيت، نخلط الحوت في وسط الزيت. الحوت هاني كملت فوحته. توا باش نفوح البطاطا. نحط شوية ملح، باش نحط شوية كركم، نحط شوية فلفل أكحل، نخلط البطاطا هانية كملت فوحتها. توا باش نفوح هكا القراع والطماطم والفلفل. القراع باش نحطلو شوية تابل، شوية ملح، نخلط القراع هاني كملت فوحتو. توا باش نفوح هكا الفلفل والطماطم. نحط شوية ملح، شوية تابل. والفور شعلتو حطيتو يسخن، وحضرت طبق. الطبيق هذايا اللي باش نطيب فيه.
نحط البصل اللي حطيت لهم الطماطم الشايحه المبحيه وحطيت له الزيت، نطرحوها هكايا على كبر الطبق، نحط البطاطا وبعد ما حطيت البطاطا نحط الطماطم والفلفل باش نحط القرعة الأحمر راهو يجي بنين برشا كي نطيبوه في الكوشة، وتوا باش نحط الحوت هكا اللفاح نتاع الحوت نحطو، باش نصب شوية ماء، نجي هكايا من الجناب على الحرف نصبو شوية ماء مش برشا طريف هكايا، وتوا باش نحطو يطيب في فور سخون درجة الحرارة 200. فطورنا طاب وحضر، هذايا المصلي اللي طيبته في الكوشة بحوت التريليا، هو سخون نحطولو شوية بصل وشوية معدنوس، وبعد ما حطيتلو المعدنوس ولا البصل توا باش نعصر عليه عصير قارص، وهو سخون نعصر عليه القارص وهذايا فطورنا متاع اليوم. هذايا المصلي اللي طيبته في الكوشة بحوت التريليا، وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بالسلامة، شاهية طيبة.